وافق مجلس الوزراء المصري على مقترح يسمح بحصول المستثمر الأجنبي على الإقامة المؤقتة في البلاد خلال فترة التأسيس. وأوضح بيان رسمي صادر عن المجلس أن الهدف من هذا القرار تمكين المستثمر من التعامل مع البنوك وفتح حساب مصرفي في إطار تنفيذ تكليفات المجلس الأعلى للاستثمار. وأفاد بيان المجلس أن التعديل استهدف منح المستثمرين الأجانب المتقدمين للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إقامة مؤقتة لمدة عام قابلة للتجديد لمدة 6 أشهر أو عام آخر خلال فترة تأسيس الشركات والكيانات الاقتصادية بناء على رؤية هيئة الاستثمار، وذلك لحين استكمال كافة الإجراءات المتصلة بتأسيس مشروعهم الاقتصادي. بينضم إلينا دكتور ولاء بكري الباحث الاقتصادي ومحاضر في جامعة ويست مينستر. أهلا بك معايا دكتور ولاء. خلينا نبدأ من آخر قرار لمجلس الوزراء اللي احنا بنحكي عنه، وهو منح المستثمرين الأجانب المقيمين اللي هيستثمروا في مصر فترة إقامة مؤقتة لمدة عام لحين الانتهاء من الفعاليات الأولى لمشروعهم. في البداية خلينا أسألك، إيه أهمية هذا القرار وإيه حجم فعلا الخدمة اللي بيقدمها للمستثمر؟ مساء الخير استاذه سلمى، مساء مساء النور الخير دكتور. للمشاهدين الاعزاء. هو الحقيقه مشروع هذا القرار او هذا القرار بالتحديد بياتي في منظومه قرارات متعدده هدفها الاساسي هو تشجيع نعم المستثمرين الاجانب على الاستثمار في مصر. مضبوط والحقيقه دي حاجه محموده، لان بعض المستثمرين زي ما احنا عارفين الاجراءات قد تاخذ بعض الوقت، خصوصا في بعض المجالات والإجراءات البيروقراطية عموما، وقد يحتاج المستثمر الأجنبي بالفعل إلى بعض الوقت في إنهاء هذه الإجراءات للحصول على التراخيص أو فتح حسابات في البنوك وخلافه. فده بيسهل على المستثمر هذه الإجراءات بمنحه إقامة مؤقتة لمدة عام قابلة للتجديد. وسمعنا قبل كده برضو ان الحكومه اعلنت عن بعض الاجراءات الاخرى مثل الرخصه الذهبيه ومشروعات غيرها قبل ذلك. يعني فهو الحكومه بتحاول بتمشي في اتجاه محمود، وهو تشجيع المستثمرين او تسهيل الاجراءات على المستثمرين الاجانب تحديدا في الاستثمار في مصر. طب ما ده يخليني اسالك سؤال تاني مربوط بيه دكتور ولاء، يعني زي ما حضرتك ذكرت ان كان في عده اجراءات بالفعل قامت بيها الحكومه في الفتره الاخيره، ويمكن ده اخرهم اللي احنا بنحكي عليه، وكانت في تفاصيل اخرى متعلقه بيه كانت معلنه في الفتره الماضيه، بجانب طبعا الاجراءات الاخرى اللي حضرتك ذكرتها زي الرخصه الذهبيه والى اخره. لكن الى من وقت بدايه الحكومه في الاجراءات دي، ايه تقييمك لحجم الاستثمارات الاجنبيه اللي دخلت مصر فعلا؟ هو الفترة الأخيرة أنا مش عارف، ما شفتش آخر رقم الحقيقة، ولكن في الفترة الأخيرة حجم الاستثمارات الأجنبية كان متذبذب. يعني إحنا شفنا بعض الاستثمارات الأجنبية في العام الماضي، وكان معظمها استحواذ أو شراء حصص من مستثمرين مضبوط أجانب، معظمهم من الصناديق السيادية في دول الخليج، وإن إحنا برضو شفنا بعض الاستثمارات من القطاع الخاص برضو الخليجي زي إحدى شركات البويات مؤخرا من أسابيع قليلة. ولكن خلينا نقول إن هناك دور آخر ممكن الحكومة تقوم به، إن هو تحديث أدوات الاقتصاد المصري نفسها، سواء سجل الشركات، إن هو يكون في سجل الشركات مطروح على الإنترنت، سواء توسيع طرح بعض الشركات في البورصة وخلافه. فهناك إجراءات عديدة يعني ممكن الحكومة تاخدها علشان تسهل على المستثمرين الأجانب، سواء إنشاء شركات جديدة مثل هذا القرار وهو تحديدا على إنشاء شركات جديدة، أو الاستثمار في شركات قائمة بالفعل. الفترة الأخيرة مش بس مصر للأمانة، برضو يعني معظم الدول اللي في وضع مصر شهدت برضو انخفاض في حجم الاستثمار نعم الأجنبي المباشر نتيجة حرب أوكرانيا، ونتيجة زي ما احنا شفنا الأزمة العالمية التي أعقبت هذه الحرب وارتفاع الفايدة على الدولار.
واللي خلى بعض المستثمرين ان هم بيحكوبوا الى حد ما على الاستثمار في بعض الاسواق مثل مصر. ولكن احنا ممكن نقول ان دي خطوه محموده وخطوه تاتي في اطار بعض الخطوات الاخرى، ولكن هناك بعض الاجراءات الاخرى اللي انا مسميها ان هي ممكن تكون البيروقراطيه، وان احنا لازم نحسن ما يسمى بالبيروقراطيه الحسنه الحديثه. زي ما انا قلت لحضرتك انه كان في مشروع قبل كده ان هو فكره الشباك الواحد، ان المستثمر بيروح الى مكان نعم واحد يقدر يحصل على كل التراخيص وزي الرخصه الذهبيه. مش هنقدر نحكم على كل هذه الاجراءات في الفتره الحاليه للامانه او من باب الحياديه، نظرا للوضع العالمي ونظرا ل العالم كله بيمر بأزمة كبيرة. نعم بالضبط، ونظرا برضو للتوقعات حول قيمة الجنيه المصري، وهل مظبوط. نعم سوف يتم تخفيضه مرة أخرى أم لا. ففي ترقب بالنسبة للسوق المصري، ولكن السوق المصري في المجمل هو سوق واعد، هو سوق كبير متنوع إلى حد ما، ممكن يكون أكثر تنوعا. حجم المستهلكين في مصر حجم كبير جدا، نعم وهناك العديد من المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب أكيد هتكون لديهم الرغبة في الاستثمار في السوق المصري حال استتباب الوضع الاقتصادي في المرحلة القادمة. والله يا دكتور ولاء بشكرك، كلام مطمئن الحقيقة. أنا متأكدة أن السادة المشاهدين كانوا يعني متحمسين أن هم يسمعوا كلام مطمئن عن الأوضاع الاقتصادية المصرية.